بصوا بقى معايا مانجا متلجة، يعني حطها في الفريزر متلجاها كويس جدا. هناخد كده كمية حلوة، مش هنعمل زي امبارح بقى ونملى الخلاط على اخره وكده، لا فاهمين، نتعلم من اخطائنا اهو. بصوا الله على المانجا وجمالها، يا سلام، لازم حاجة مننا تقع. بس كده انا هخلي الاتنين دول مش عارفة ليه، بس اخليهم ماشي. هضرب، انتوا حاطين لي مش حاطين سكر، هقول لكم ليه مش حاطين سكر دلوقتي، هقول لكم حالا مش حاطين سكر ليه. هضرب الكلام ده الاول اهو، بسم الله، عشان الخلاط يلف معانا بس اهو. الناس اللي حبت العصير ودايما تقول يا شيف عزه اوعي تبطلي تعملي لنا العصير كل يوم اهو، يلا بينا ورقه وقلم كده ونكتب مع بعض. بس ضربنا المانجا الاول، هناخد شويه مانجا اهو، هنعمل ايه، هننزل في الكاس كده اللي احنا هنقدم فيه شويه صغيرين في الارضيه اهو، تمام ماشي. ونقوم واخدين هنا حبه كمان، ونقوم واخدين هنا. طب ده هيعمل ايه يا شيف؟ ده هيدينا شكل حلو قوي في التقديم وطعم، طبعا احنا كل حاجه بنحطها بتضيف طعم اهو. تعالوا بقى نرجع للخلاط تاني، هنحط ده كده مكانه. تعالوا بقى معايا هنا، انا معايا هنا جوز هند على صوبيا، صوبيا اللي احنا بنعملها في رمضان دي، معلقتين ومعلقه جوز هند. معايا التلج المجروش بتاعي، كل ده على المانجا اهو، تمام. ومعايا يعني كده ايه، بولتين من الايس كريم اهو، بولتين حلوين كده مليانين، تمام. ونقفل على الخلاط ونضرب. طعم الصوبيا مع المانجا مع جوزة الهند هيودي المانجا في حتة تانية خالص. بس كده حطينا ايه في الخلاط، حطينا المانجا عصرناها كويس جدا لوحدها الاول، وبعد كده قمنا حاطين عليها معلقه من جوزة الهند، وبعدين معلقتين من الصوبيا والتلج بتاعنا المجروش، وحطينا كمان عليها، وحطينا ايه تاني، معلقتين من الايس كريم، يعني بولتين كده من الايس كريم. بصوا بقى بالراحه كده، وانا بصب كده عشان بس معانا حد على الاربيس قاعد يقول نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل، فنطلع فاصل صغير خالص احنا بنصب ونرجع تاني نكمل حلقتنا.